الأشياء المحظورة على المرأة التي مات زوجها في فترة العدة اللي هي 14 و10؟ عليها أن تراعي 5 أمور المحادة، عليها أن تراعي 5 أمور في زمن العدة، وهي 14 و10 إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملة فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل ولو كان زاد على 14 و10، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. تراعي 5 أمور. الأمر الأول بقاها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل عدة، لأن الرسول أمر بعض النساء التي توفي أزواجهن بالمكث في البيت حتى تنتهي، حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن لها الخروج لحاجتها السوق، حاجة تشتري السوق حاجاتها، العلاج، تخرج إلى الدرس كمدرسة أو طالبة لحاجة من أهم الحاجات. الأمر الثاني تجنب الملابس الجميلة، لا تلبس ملابس جميلة، المصبوغات الجميلة، تلبس ملابس مهيب جميلة، سوداء أو خضراء أو زرقاء وغيرها، لكن مهيب جميلة ما تلفت الأنظار. الثالث عدم الطيب، لا تستعمل الطيب لا البخور ولا غيره إلا إذا كانت تحيض، فإنها عند الطهر لا مانع أن تستعمل شيء من القسط أو البخور على إثم طهرها، لأن جاء النص بذلك. الرابع عدم الحلي، الذهب والفضة والماس وأسباب، لا تلبس الحلي لا القلائد ولا الأسواق ولا أحوال، كل ما يسمى حلي. الخامس عدم الكحل ونحو كالحنة والمكياج ونحو، كل هذا تجتنب هذه الأشياء حتى تكمل العدة. أما كنا تكلم الناس، تكلم من يسلم عليها أو يكلمها أو تكلم بالهاتف لا بأس، في التلفون أو تسلم على أقاربها من النساء إذا يزورونها، أو تصافح النساء أو محارمها كأخيها وعمها أو قاربها غير المحارم إذا سلموا عليها أو جيرانها، كل هذا لا بأس به مع مراعاة ما وجب الله من الحشمة والحجاب وعدم الخلوة. إذا كان الذي سلم عليها المحرم فلا تكون خلوة ولا يكون كشف ما حرم الله، بل تكون محتجبة في وجهها وغيره، وتكون بعيدة عن الخلوة عندها أحد، لا تخلو بغير محرم. نعم. تلبس ملابس البيضاء لا بأس؟ تلبس ملابس ما فيها جمال، ما فيها فتنة، والبيضة إذا كان مخططة ما فيها فتنة ولا شبه بالرجال لا بأس. ولا أن تعمل في بيتها مثل دخل في بيتها، تطبخ، تكنس بيتها، تصعد إلى السطح، إلى القمر يعني في الليل، في الحوش في الليل. بعض العام يقول لا تخرج إلى القمر، هذا من جهلهم وغلطهم. لا بأس أن تمشي في القمر في الليل في سطحها أو في حوشها، ولا بأس أن تمشي حافية منتعلة وحافية، لا بأس، لا بأس أن تذهب إلى حديقتها في البيت. المقصود أنها تعمل كل شيء ما يعمله النساء ما عدا الخمس هذه الأشياء التي وجدنا. لا يجرى محرم في البيت الإنسان تسكنها حياة الزوجة، ماذا إذا كان عندها من يونسها أمها أو خالتها أو بناتها كفى. نعم.